أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالا هاتفيا بسعادة السيد كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين، وذلك بمناسبة اختيار مطار البحرين الدولي كأفضل مطار جديد في العالم ضمن احتفال تسليم جوائز سكاي تراكس العالمية لعالم الطيران الذي أقيم يوم أمس في باريس. وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تهنياته لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مطار البحرين وكافة منتسبيها على هذا الإنجاز الذي يبعث على الفخر والاعتزاز، مؤكدا سموه بأن مملكة البحرين مستمرة في حصد الإنجازات التي يقف وراءها أبناؤها الذين يؤمنون بأنه لا حدود للتميز والإبداع ويضعون دوما رفعة وطنهم على رأس أولوياتهم تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه، متمنيا سموه للجميع دوام التوفيق والسداد. وقد أعرب سعادة السيد كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين عن بالغ اعتزازه وفخره بحصول مطار البحرين الدولي على هذا الإنجاز الذي تحقق بفضل رعاية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه لقطاع الطيران والنقل الجوي في إطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته حافظه الله ورعاه. وأعرب سعادة رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين عن شكره وتقديره البالغ لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على دعم سموه المتواصل لكافة المشاريع الحيوية والاستراتيجية ومنها مطار البحرين الدولي، حتى أصبح بفضل توجيهات سموه ومتابعته المتواصلة في المستوى الذي أهله ليكون أفضل مطار جديد في العالم. أفضل مطار جديد في العالم، بهذا اللقب توج مطار البحرين الدولي من طرف هيئة التقييم العالمية، وهي تعتبر أعلى مرجعية للتصنيف والتقييم في صناعة الطيران والنقل الجوي بناء على نتائج الاستقصاء الذي شمل المسافرين خلال فترة 8 أشهر، حيث حصل المطار على تصنيف 5 نجوم ليكون ثالث مطار في الشرق الأوسط ينال هذا التقييم. I mean, the airport obviously in most countries it's the first and the last. لدى أغلبية مطارات العالم أول وآخر شيء يجب اعتباره هو تجربة الزبائن التي يجب إظهارها، وأعتقد أن البحرين وإظهار الضيافة البحرينية في بيئة المطار أعتقد أن هذا عامل رئيسي آخر في اختياره كأفضل مطار جديد في العالم لهذا العام. يرجع هذا النجاح إلى الاهتمام الكبير لمملكة البحرين لتطوير قطاع الطيران والنقل الجوي في إطار المسيرة التنموية الشاملة التي جعلت للقطاع دوراً اقتصادياً هاماً على المستوى الوطني، وللجهود التي بذلها فريق شركة مطار البحرين لإتمام مشروع مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي وفق أعلى معايير الجودة والتصميم لتتضاعف الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 14 مليون مسافر. هذا المشروع اللي تم تنفيذه في فترة قياسية، يعني بدينا في أبريل 2016 وانتهينا في 2020 وتم التشغيل بسلاسة ومن غير أي مشاكل خلال فترة جائحة الكورونا، فكل الشكر حق جميع العاملين في هذا المشروع، أخص بالذكر شركة مطار البحرين وجميع الإدارة والعاملين في الشركة، وأيضا جميع الشركات العاملة في المطار والجهات الحكومية اللي سندتنا خاصة في فترة تشغيل المطار، وخاصة هي يعني وزارة الداخلية، قطاع الجمارك، الهجرة والجوازات، الأمن العام والأمن الوطني، اللي الحمد لله فترة التشغيل تمت بسلاسة من أي معوقات وأي مشاكل تذكر. ما كان تحقيقه لولا جهود العاملين في شركة مطار البحرين وجهود شركائنا الاستراتيجيين في المطار. تضافر هذه الجهود في ظروف جدا استثنائية مكننا من نقل العمليات بكل سلاسة وبكل احترافية، وبدء العمليات من المبنى الجديد في يناير من العام الماضي. فهذه اليوم يوم يجب أن يفتخر فيه جميع عاملين مطار البحرين الدولي، ويكون حافز جديد لنا للمثابرة ولتقديم تجربة سفر متميزة لزوار مملكة البحرين. يوفر معرض باسنجر تيرمينال إكسبو فرصة لا مثيل لها للزوار لمشاهدة وتجربة أحدث الابتكارات في صناعة محطات الركاب من مناولة الأمتعة
والأمن إلى تسجيل وصول الركاب وأنظمة الجلوس. ويعد هذا المؤتمر حدثاً عالمياً يستقطب الحاضرين من المطارات والسلطات وشركات الطيران والشركات ذات الصلة من جميع أنحاء العالم لتبادل المعلومات وتبادل الأفكار حول التطوير المستقبلي لصناعة المطارات. وصول صدى مطار البحرين الدولي إلى المستوى العالمي بالظفر بإحدى أكبر الجوائز في قطاع الطيران يعد إنجازاً كبيراً، خاصة مع وجود منافسة قوية من أفضل المطارات الذكية الرائدة في العالم، ورغم التحديات الغير المسبوقة التي شكلتها ظروف الجائحة. فاطمة بلعيد من تلفزيون مملكة البحرين، باريس.